السلام عليكم. نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. الرئيس الأسد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد. الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع هامة وحساسة جدا في جيزان السعودية. والبنتاغون يعلن أنه سيزود كييف بمعلومات عن التحركات العسكرية الروسية على الحدود. هنأ الرئيس بشار الأسد أبناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، وقدم التهاني لرؤساء الطوائف المسيحية باسم الرئيس الأسد وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام. ونقل الوزير عزام تهاني الرئيس الأسد إلى بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي. استهدف سلاح الجو الروسي مواقع وتحركات فلول تنظيم داعش في بادية الرصافة بمحافظة الرقة، وذلك بحسب تأكيد مصادر ميدانية. وبالتزامن تتواصل عمليات التمشيط التي ينفذها الجيش العربي السوري والقوات الرديفة على أكثر من محور في البادية. هذا وخلال اليومين الماضيين نفذت المقاتلات السورية والروسية 13 ضربة جوية على نقاط مخفية للتنظيم في باديتي تبني بريف دير الزور الغربي والرصافة بريف الرقة، وسط أقبال كبير من الراغبين بالعودة لممارسة حياتهم الطبيعية. تواصلت عمليات التسوية الشاملة الخاصة بأبناء دير الزور في مركز التسوية بمدينة الميادين بريف المحافظة الجنوبي الشرقي. مكرمة من السيد الرئيس نوجهها لأبنائنا بالجزيرة انه يرجعون الى احضان الوطن، والمخادم عسكريه يجي يخدم عسكريه بوطنه بمحافظته، واكبر مكرمه الله سبحانه وتعالى اكرمها للابناء دير الزور. جيت اساوي وضعي هنا عند الشباب، والله يجزاهم الخير الشباب ما قصروا والحمد لله، ونشكر سياده الرئيس على هذا المكرم اللي يرجع حضن الوطن. جاي على بيتي وبلدي وعلى اهلي هنا، والبلد ما له غير اهله. جايين نسوي تسويه تنشوف وضعنا بشكل عام، نرجع على بلدنا امور سهله ان شاء الله وما في كل شيء. احنا جمعه غنى معدنا غنم بالحسكه، طلعنا من زمان بس جاي اسوي تسويه مشان نرجع على بيوتنا وبس. مكرم منحني يا سيد الرئيس، منحتني ارجع على بلدي وعلى زملائي وعلى قطعتي. انا معني تخلف من الجيش وجيت على التسويه مشان اضبط وضعي، وسياده الرئيس صدر هالقرار. ايوه الحمد لله رجعنا يعني، وان شاء الله التسويه زينه يعني لي ولكل مواطن سوري متخلف وفرارة وكذا. الحمد لله إجراءات سهلة وما شاء الله وما في إلا الخير، والحمد لله على المكرمة اللي أكرمها السيد الرئيس لهالبلد. ونتمنى أنه كل الناس ترجع لبلدها، ونحن ندعي الناس اللي برا أنه ترجع على هالبلد ونعيش بخير وسلام مثل ما كنا قبل. أصيب فلسطيني واعتقل 4 آخرون خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على المزارعين الفلسطينيين في منطقة أم القبا بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية. إلى ذلك اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على ممتلكات الفلسطينيين في مدينة سلفيت بالضفة الغربية. وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سكاكا شرق المدينة واعتدت على أراضي الفلسطينيين الزراعية واستولت على جرافة قبل أن تعتقل سائقها.
أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مواقع في جيزان السعودية بثلاثة صواريخ متطورة. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مقتضب أن القوة الصاروخية تتمكنت من دك مواقع هامة وحساسة جدا للعدو في جيزان بثلاثة صواريخ باليستية ذات دقة عالية وتقنية متطورة وأصابت أهدافها. وأضاف أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على جرائم وتصعيد العدوان السعودي الأمريكي وحصاره على اليمن. أكد مجلس النواب الليبي في بيان أن المجلس حريص على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن. وجاء هذا التأكيد في وقت تتبادل فيه القوى السياسية في ليبيا الاتهامات بالمسؤولية عن إجهاض الانتخابات الرئاسية في البلاد، مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي تندد بالتأجيل وتطالب بتحديد موعد جديد للاستحقاق الانتخابي. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن تحسين وتطوير العلاقات مع دول الجوار من أولويات السياسة الخارجية لحكومة بلاده. وقال عبداللهيان خلال استقباله نائب وزير الخارجية العماني للشؤون السياسية إن إيران ملتزمة بالحوار وتبني الحلول السياسية لحل المشاكل الثنائية والإقليمية، معلنا استعدادها للتشاور مع دول المنطقة من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية. وأعرب عبداللهيان عن أمله في أن تتوفر الأرضية اللازمة لإنهاء الأزمة في اليمن بجهود جميع دول المنطقة وخاصة إيران وعمان. كشفت مصادر في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن البنتاغون يعمل على خطة لتزويد أوكرانيا بمعلومات استخبارية محدثة حتى تتمكن من الرد بسرعة على الإجراءات الروسية المحتملة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أن المعلومات ستشمل صورا تظهر ما إذا كانت القوات الروسية تتحرك لعبور الحدود. هواجس توسع حلف الناتو شرقا الأمر الأشد قلقا لروسيا، فيما تأخذ الأسلحة الأمريكية حيزا لا ترتضيه موسكو قرب حدودها. مناورات أوكرانيا الأخيرة في منطقة قريبة من إقليم دونباس تم خلالها استخدام صواريخ جافلين الأمريكية، في رسالة غير ودية فسرها الجانب الروسي بأنها نهج يخلق أجواء سامة تحول دون التوصل الهادئ. بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا رصدت خلال الأسبوعين الماضيين قرابة 7000 خرق لنظام وقف إطلاق النار في دونباس، ما يتجاوز بخمسة أضعاف ما تم تسجيله في الفترة الممثلة من العام الماضي. هناك انفجار أو إطلاق نار يحصل في دونباس في كل 3 دقائق تقريباً، وللتأكيد على التصعيد يوجد 10,000 مستشار عسكري من حلف الناتو في أوكرانيا حالياً، 4,000 منهم أمريكيون. سياسة تهديد ووعيد تنتهجها واشنطن حيال الأزمة الروسية الأوكرانية. مصادر في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تكشف عن خطة البنتاغون لتزويد أوكرانيا بمعلومات استخبارية محدثة حتى تتمكن من الرد بسرعة على الإجراءات الروسية المحتملة. خطوة تصعيدية تثير الذعر حول هجوم أوكراني محتمل تبادر به كييف، في الوقت الذي تعلن به الدفاع الروسية عن عودة 10,000 عسكري روسي إلى ثكناتهم بعد انتهاء التدريبات جنوب روسيا. جهود مكثفة تبذلها واشنطن لإبقاء أوكرانيا وسط مخاوف ضخمة تتخذ من كييف جسرا لعبور مخططاتها تجاه روسيا، متذرعة بتكثيف الأخيرة لحشودها العسكرية بشكل غير مسبوق على حدودها مع أوكرانيا. أعلنت السلطات الصحية البريطانية تسجيل 1,000 الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة إصابات ترصد في يوم واحد منذ بدء الجائحة. إلى ذلك أدى التزايد الكبير في أعداد الإصابات بمتحور أوميكرون لفرض تدابير وقائية عديدة في جميع أنحاء العالم، ليصبح بذلك وباء كورونا عائقاً أمام المخططات للاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة، ويحرم الكثيرين بهجة أعياد نهاية رأس السنة للعام الثاني على التوالي. تذكير بالعناوين:
الرئيس الأسد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد. الجيش اليمني يعلن استهداف مواقع هامة وحساسة جدا في جيزان السعودية. والبنتاغون يعلن أنه سيزود كييف بمعلومات عن التحركات العسكرية الروسية على الحدود. إلى اللقاء.